بشجع النادي الاهلي، حريصين على هدم النادي الاهلي. هتهدمه ازاي يا عم اسلام؟ قول كلام بقى عدل. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لحضرتك ازاي. والكلام ده حصل والكابتن فتحي نصير كان موجود من يومين ثلاثة او من اربع ايام قبل المباراة السابقة، قبل مباراة الجونة او في مباراة الجونة تقريبا. كابتن فتحي نصير انا وجهت له سؤال، قلت له يا كابتن فتحي، او بعد المباراة، بعد مباراة الجونة، قال لك ان الفرق كلها تأثرت بال 51 يوم. الفرق كلها تأثرت بال 51 يوم اللي كان الدوري موقوف فيهم. ده كلام الكابتن فتحي نصير. فالنهارده كل الانديه طالعه تقول احنا تاثرنا بفتره التوقف اللي فاتت. طيب هو انا بقول الكلام ده ليه؟ او انا بقول المعنى اللي انا بقوله لحضراتكم ده ليه؟ لانه النادي الاهلي فاز على الجونه برباعيه مقابل لا شيء. وبالتالي وبقيه الانديه منهم نادي الزمالك اتغلب ونادي بيراميدز النهارده تعادل، وبالتالي النادي الاهلي اقل الانديه في الست انديه الاولى لعب مباريات، ولكنه اكثرهم حصولا على النقاط، اكثرهم تحقيقا للاهداف، اقل دفاع دخل فيه اهداف، وبالتالي هو الافضل في اول ست فرق. ومش فوز بس، لا فوز واداء. وبالتالي قعدوا يفكروا، قعدنا نفكر، مش انا، بعض من لا يشجع النادي الاهلي قعد يفكر، احنا عايزين نهد في الفرقه دي شويه ونخبط في الفرقه دي شويه، نعمل ايه؟ عايزين نعمل اي حاجه، مش عارفين نخش جوه الفرقه. كابتن سيد عبد الحفيظ ومع ريني فايلر قافلين على الفرقه، واللي يلعب يلعب واللي ما يلعبش ما يلعبش، واللي مصاب مصاب واللي مش مصاب مصاب، قافلين على الفرقه كده. والحمد لله قناه النادي الاهلي برضو قافله على الفرقه من الخارج وبتدافع عن كل حاجه بتحصل، لان احنا بنبقى عارفين الحقيقه. فنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ارمي قنبله في اي حاجه تانية تهز ثقه الجمهور في ادارته. ارمي بقى القنبله دي في مين؟ مين اقرب واحد لقلوب الاهلاويه دلوقتي وفي الفتره السابقه؟ مؤمن زكريا؟ طب ارمي قنبله بقى في مؤمن زكريا. استغنت ايه يا جماعه اللي مؤمن؟ ما استغنت ايه؟ هو اللي قال الكلام ده بيفكر ولا ما بيفكرش؟ استغنت ايه؟ هل حضرتك عارف ان كان هناك اتفاق ما بين مؤمن وسيد كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن مؤمن زكريا وكابتن احمد يحيى وكيل اللاعب على ان يكون ان مؤمن لن يتم قيده هذا الموسم مع النادي الاهلي؟ ده قبل بدايه الموسم وقبل واحنا نايمين والناس نايمه، الناس كانت لسه نايمه ما تعرفش موضوع مؤمن. كان هناك اتفاق على هذه الامور، ان احنا النادي الاهلي مش هيأيد مؤمن، النادي الاهلي هيتكفل بعلاج مؤمن من الالف للياء لاخر، يعني لو هيتصرف عليه ايه، النادي الاهلي هو اللي هيتكفل بيه. بانهي طريقه؟ بالطريقه اللي مؤمن عايزها مش اللي النادي الاهلي عايزها. طب هو النادي الاهلي في الوقت ده ما اعلنش الكلام ده. عارفين ما اعلنش الكلام ده ليه حضراتكم؟ لان احنا عندنا اداره كوره ناس محترمه، ناس ما بتحبش تزايد او تتاجر بمرض حد، وعمر ما كان الموضوع ده هيظهر للعلن الا خلال الفتره اللي فاتت لما اتقال ان مؤمن المتاجرين والمزايدين كانوا عايزين ان يقول لك ايه، احنا عايزين احنا اللي نعالج مؤمن، بيخبطوا الجمهور النادي الاهلي في ادارته. كل ده بسبب ايه؟ كل اللفه اللي احنا عمالين نلفها والقنابل اللي عماله تترمي هنا وهنا 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 كلها بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ان النادي الاهلي ماشي كويس. فمش عارفين يخشوا الفرقه، مش عارفين يوقفوا الفرقه، مش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يتكلموا في ايه. يقول لك مره اصل سيد عبد الحفيظ وفايلر اتخانقوا مع بعض، مره تانية يقول لك اصل احمد فتحي مش عارف عمل ايه، فاحمد فتحي يطلع يقول يا جماعه انا بقتنع بكلام الراجل. مره ثالثه يقول لك اصل سعد سمير ماله، فيطلع سعد سمير هنا في قناه الاهلي يقول لك ما فيش يا جماعه الكلام ده ما حصلش، انا مقتنع بكلام الراجل. العب دلوقتي، العب بكره، العب السنه الجايه، دي حاجه تخص الراجل. يلاعب وليد سليمان يقول لك اصل وليد كبر ومش عارف ايه الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده. يوم جاي وليد جايب ثلاث اجوان ويطلع يقول لك احسن حاجه اتعملت ان ريني فايلر موجود. فمش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين يعملوا ايه. فارمي بقى مين اكتر واحد الناس هتتاثر او قلوب الاهلاويه هتتاثر بيه؟ مؤمن زكريا؟ ارمي بقى قنبله في مؤمن زكريا.
مؤمن زكريا عارف ان هو مش هيتقيد في النادي الاهلي من شهر 7 اللي فات ولا من شهر 6،